إذا اختتم المؤتمر الاقتصادي مصر 22، والنهارده كان في كلمة مطولة للرئيس، وكان في طبعا مخرجات المؤتمر للسيد رئيس الوزراء. وهنبتدي بالرئيس، والحقيقة الرئيس كلف الحكومة أولا بتنفيذ توصيات المؤتمر، وقال نحن ملتزمون كحكومة أو كدولة بتنفيذ كل التوصيات، نحن نسمع نستمع، احنا عايزينكم تكونوا موجودين معانا شركاء في بناء هذا البلد. ايضا كلف الحكومه بحزمه من يعني من مظله الحمايه الاجتماعيه الجديده لتخفيف اثار الازمه الاقتصاديه. كلف الحكومه ايضا بعدم تحميل المواطن اعباء اضافيه، قال ان مشروعات الجيش والدوله مطروحه لمشاركه الجميع، و أيضا وجه بتوسيع دائرة الحوار الوطني لأن تشمل كل القطاعات، محاور لها علاقة بالإعلام بالدين بالاجتماع فوجه بذلك، وكان طبعا نادير رشوان موجود وكان بيتكلم أيضا قبلها على الحوار الوطني، اللي أكد أستاذ نادير رشوان أنه سيكون جلساته ستكون على الهواء مباشرة، كما أن جلسات المؤتمر الاقتصادي كانت على الهواء مباشرة. وأنا مرة أخرى بشكر الحكومة على أنها أذاعت هذه الجلسات على الهواء مباشرة. خلينا نبدأ بما قاله الرئيس السيسي بأننا كدولة ملتزمون بالتوصيات وتنفيذ ما خرج من الحوار الوطني، والأهم أن تكون هناك آلية لمتابعة التنفيذ. ويا جماعة رضوا علي، كل 3 أشهر عايزين نعرف وصلنا فين. الفعاليات اللي اتعملت والكلام اللي اتقال كلام محترم ومقدر من كل اللي قالوه. احنا كدوله وكحكومه ملتزمين ان احنا التوصيات اللي تم التوافق عليها نعملها. طب لو الحكومه وهي بتقول ده قابلت مشاكل، اكيد هتقابل. لابد يكون للمؤتمر ده اليات مستقره مؤسسيه تستطيع ان تكون موجوده مع الحكومه بشكل مستمر. منصة اقتصادية مستقرة تكون موجودة معانا وتلتقي كل سنة ونقول ده كشف الحساب، اللي هو أنا كحكومة وقيادة يجي لي دوريا كل 3 شهور تقرير بالإنجاز اللي احنا قدرنا نحققه. وأظن أهمية ده أنه يبقى فيه فعلا آلية متابعة، ما يبقاش فيه توصيات والموضوع ينتهي وفضينا المؤتمر، لا، يكون هناك آلية متابعة ويتابعها السيد الرئيس بنفسه. واتكلم أيضا على حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، وطالب الحكومة بعدم تحميل المواطن مزيد من الأعباء. الواقع اللي موجود في العالم كله تأثيره سلبي جدا على كل الدنيا، وبالتالي الشعوب بتعاني، واحنا في مصر انا قلت الكلمه دي قبل كده وقلت ان حالتنا ما تتحملش يا دكتور مصطفى ضغط اكتر من كده، ما تتحملش ايه، بل بالعكس هتحتاج مننا نقول يعني نزود مظلتنا للحمايه الاجتماعيه في المرحله اللي احنا موجودين فيها دي حتى نخفف على المواطنين من التداعيات بتاعه الازمه دي. يعني انا هقولها هنا، التوجيه للحكومة بتعزيز مظلة الحماية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين وتوفير أكثر درجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثراً. أنا قلت بلاش نحن نعمل حاجة زيادة أكتر من كده على المواطنين، وأنا بأكد عليها تاني وبقول أنا بوجه الحكومة بالعمل على عدم تحمل المواطن لأعباء إضافية خلال الفترة القادمة نظراً للظروف الاقتصادية العالمية. واحنا شفنا انه البنزين ما ارتفعش، اسعار البنزين يعني لجنه التسعير ثبتت اسعار البنزين لمده 3 أشهر مقبله، شفنا تاجيل الكهرباء، زياده الكهرباء برضو تم تاجيلها من يوليو الماضي. واذا نحن نتوقع كده من الحكومه ان تعلن عن تفاصيل الحزمه الاجتماعيه، يعني بنتكلم على المعاشات، تكافل وكرامه، بنتكلم على ربما فئات ضريبية للأقل دخلا، هنعرف تفاصيلها عندما تعلنها الحكومة.
وجه الرئيس كلامه للقطاع الخاص وقال انه مرة اخرى كل مشاريع الدولة مفتوحة للقطاع الخاص للمشاركة، مواني غير مواني، احنا مستعدين للمشاركة، بس ما كناش نقدر نستنى ان احنا القطاع الخاص يدخل ويبني هذه المواني او ينشئ هذه المواني او نسوقها او يأتي مستثمر اجنبي. احنا كان لازم نعملها لان احنا ما عندناش وقت، وده بالنسبة للمواني والمشروعات الكبرى. نسمع ما قاله الرئيس. قول لي وجهة نظرك بقى في حل الموضوع. انا حليت المسألة بتاعت المواني وبتاعت البنية الأساسية للدولة دي بطريقة تانية. المسار اللي انت كنت بتطرحه وتقول لي اطرحها للقطاع الخاص واطرحها للأجانب وانا معاك، بس انا ما عنديش وقت اتأخر اكتر من كده. ما عنديش وقت ايه؟ اتأخر اكتر من كده. ما عنديش مهلة 10 15 سنة عقبال المطرح والناس تيجي واقعد اسوقهم واحنا شاطرين نسوق. لكن اللي انا اعرف اعمله ان اعمل. اللي انا اعرف اعمله ايه؟ اعمل انا. طب بقت موجودة. اللي عايز يتفضل لكل الناس بما فيها شركات الجيش. ايوه. والكلام ده قلته بدل مرة كم مرة يا دكتور مصطفى؟ طب شركات الدولة مطروحة؟ ايوه. انتوا يعني مش بتعتبروا ان اللي موجود ده فرصة؟ مش كده؟ طب وماله؟ والله 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 انا صادق معاكم، كل شركات القوات المسلحة معاكم. يلا كل شركات الدولة اللي موجودة معاكم، بس ما تجيش تقول لي ايه؟ طب معلش بقى نفض لي منها العمالة الزايدة اللي موجودة دي والدهاني. ينفع يا دكتور مصطفى؟ لا صحيح. طب ازاي يعني؟ انت اللي بتيجي تعمل شركه قطاع خاص بتنقي ناسك وبتحوكم اجراءاتك وبتخلي بالك من كل قرش بتصرفه، لكن اللي حصل ان احنا معانا ميراث لازم نخلي بالنا منه. دي مجتمعات، دي اسر. اوعى تخلي غضبك من سوء الاداء يتحول لعداوه مع اللي بيقوموا بسوء الاداء. اوعى تعمل كده. اوعى تكره الفقير. اوعى تكره الفقير. اكره الفقر لكن ما تكرهش الفقير. الرئيس ايضا جدد تكليف جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه بتشغيل الاسر الاكثر احتياجا في مشروعات متناهيه تساعد على تحسين دخولهم. والحقيقه اتكلم هنا عن ضرب مثل بمدينه دمياط للاساس، ودي كانت مدينه كلنا كنا متحمسين ليها، وقال احنا اشتغلنا وفكرنا وبنينا على مستوى عالي، ولكن يبدو أن الدراسة أغفلت بعض العناصر وبعض الجوانب مما قلل إقبال صناع الأساس في على دمياط. فلازم دايما نعرف هي إيه كل العناصر وكل العوامل علشان ما نبنيش وفي الآخر يفضل عندنا مشكلة. نشوف. قلنا نعمل مدينة الأساس في دمياط عشان ننقل صناعة الأساس في مصر لمنطقة تانية، ويبقى في عمل مؤسسي وفي دعم من الدولة ليه يقدر ينجح ونخش في مستوى تاني غير اللي احنا ماشيين فيه بقالنا سنين طويلة. دول كتير جدا بتشتغل وعندها قواعد صناعية أقل مننا، زي اللي في دمياط وفي مدن كتير في الدلتا وفي الصعيد بتنتج أساس، لكن مش قادرين نعمل مواصفة تبقى منافسة وتكلفتها أقل. فقلنا نعمل مدينة الأساس ديت. عملناها. لما جينا عملناها ده مسار احنا عملناه. طيب وعملنا الهناجر وعملنا كل حاجة تبقى للإيه؟ للي احنا متصورين إنه ممكن ينجح. طب أهالينا في دمياط جم يا دكتور؟ لا. طب ليه؟ لأن دراسة الموضوع البيئة الاجتماعية كان بتقول ان الراجل اللي بيشتغل في البيت فوق بينزل يشتغل في الورشه تحت ويطلب الشاي يبعتوه له، يطلب الغداء ينزلوه له، تعبان شويه يطلع ينام. فلما احنا عملنا الكلام ده احنا عملنا مدينه بس، فما عناصر اخرى فقدت في الدراسه. والحقيقه دي مهمه جدا، ما قاله الرئيس هنا مهم جدا. ليه؟ لانه اولا بنراجع اشياء ممكن نعمل حاجات وتطلع غلط على فكره، لابد من مراجعتها ونقدر ان احنا ننظر ليها بشكل مختلف.
احيانا نتخيل ان احنا بننقل الناس نقله عظيمه، وبالتالي هي الناس لازم تتواءم مع هذه النقله، بس هي النقله ممكن لا تتواءم مع حياتهم، فبالتالي الناس ما راحتش، وكل الحلم ان يكون هناك مدينه للاثاث ما راحوش، لان هو زي ما قال الرئيس اكتشفوا ان هو عايز يسكن فوق ويبقى الورشه بتاعته تحت، فالشاي ينزل من فوق لتحت والغدا ينزل من فوق لتحت. هي في حاجات لها تفاصيل لها علاقه بالناس لازم ندرسها، واظن ان ده كمان لازم ندرسه مثلا في لما بنتكلم على مخالفات البناء او بنتكلم على الاحوزه العمرانيه او غيرها. محتاجين نفهم برضو طبيعة الناس، ما هي الناس مش كلها هتطلع تروح في الظهير الصحراوي، هي الناس عايزة تسكن في هذه المنطقة جنب اخواتها جنب ولاد عمهم يعلوا المنطقة، فاحنا برضو محتاجين نطور ونغير ثقافة الناس، وفي نفس الوقت أيضا نعمل حاجة الناس تقدر تعيش فيها. يعني لما نقلناهم عشان العشوائيات هذا أمر حتمي، يعني هذا أمر حتمي، لما غيرنا ماسبيرو هذا أيضا أمر حتمي، في حاجات كده حتمية وفي حاجات محتاجين إن احنا ندرسها، وأعتقد المثال اللي قاله السيد الرئيس كان مثال مهم جدا.